تشارلي والأخبار الغريبة. هذا تشارلي. يستمتع تشارلي بالتواجد على الإنترنت وتبادل الأفكار مع الأصدقاء كما الآن. أولا، ماذا يعني هذا؟ غير عادل. يقرر السياسيون الأحد مدرسة. بدءا من العام الدراسي التالي سيتلقى الطلاب في الصفوف من الرابع إلى السادس دروسا إضافية أول أحد من الشهر. سوف أخبر الجميع فورا، من الأفضل أن أقوله للجميع. شارلي، ماذا تفعل هناك؟ لماذا؟ يجب على الجميع أن يعرفوا عن هذا الأمر، إنه خبر سيء بشكل لا يصدق. مرحبا شارلي، ما هذه الكذبة التي تعدها؟ كذبة؟ لماذا؟ هذا لا معنى له. لقد تلقيت رسالة اليوم أيضا وصدمت تماما. لحسن الحظ تبين أنه خطأ، لذا احذفها واكتب مرة أخرى للآخرين حتى يعرفوا. صديقك على حق، كان هذا خبرا كاذبا، ما يسمى بالأخبار المزيفة. أو لا، كيف يمكنني أن أقع في ذلك؟ ربما حدث هذا للجميع تقريبا، من السهل الوقوع في شيء من هذا القبيل. يمكن لأي شخص نشر أي شيء على الإنترنت، لا عجب أنه ليس كل شيء هناك صحيح. في اللغة الإنجليزية فيك نيوز تعني الأخبار الكاذبة أو الكذب. يمكن الكشف عن الأخبار الزائفة بالاهتمام والعقل. يمكنك القيام بذلك عندما تصادف رسالة مماثلة. أولا، شغل عقلك وفكر، هل صدمت أو منزعج من الأخبار؟ تم تصميم الأخبار المزيفة خصيصا بطريقة تثير أو تخيف، لذلك لا تصدق كل شيء فقط وتشاركه أو ترسله بتهور. ثانيا، تحقق من المصدر والمؤلف، من الذي أخرج التقرير؟ انظر إلى اسم الناشر والمؤلف والموقع الإلكتروني أو الصحيفة، هل الاسم في هيئة التحرير غريب؟ في بعض الأحيان لا توجد هيئة تحرير على الإطلاق، هذه مؤشرات على المزورين. تم تعديل أسماء المجلات الصحفية المعروفة بشكل طفيف بحيث يمكن الخلط بينها وبين الأصل. يمكن أن تشير الأخطاء الإملائية والمبالغة في استخدام الأحرف الكبيرة أيضا إلى التزييف. ثالثا، ابحث في محتوى الرسالة وتحقق من الحقائق. تحقق من محرك البحث لمعرفة ما إذا كان التقرير قد تم كشفه بالفعل. قم بزيارة مواقع الويب حيث يتم جمع المنتجات المقلدة وكشفها. كن ذكيا. رابعا، ضع الصور ومقاطع الفيديو على المحك. هل الصورة تنتمي حقا إلى نص الرسالة؟ أم أن شخصا ما خدع وسرق الصورة من رسالة أخرى لجعل الرسالة الخاطئة ذات مصداقية؟ ماذا؟ هل تريد اختبار ما إذا كانت نصائح ستساعدك في تحديد الأخبار المزيفة؟ ما رأيك في الرسائل التالية؟ صحيحة أم خاطئة؟ حقيقي أم مزيف؟ سوف أكتشف ذلك. الكولا لأطفال المدارس. يشعر أطفال المدارس بالتعب الشديد في الدرس الأول، لذا يجب أن يحصلوا في المستقبل على الكولا في الصباح للاستيقاظ. المؤلف كونستانتين سكر ورغيف. المصدر طلاب مضحكين. حقيقي أم مزيف؟ كان هذا مزيفا. زجاجة كولا في اليوم لن تكون العلاج المناسب لإرهاق المدرسة، أليس كذلك؟ هل عرفت الأخطاء في النص؟ المصدر واسم المؤلف غريبان أيضا. إذن هل هذا حقيقي أم مزيف؟ يتزوج رئيس البلدية من التمساح. هذه العروس لها أسنان حادة تماما. تزوج سياسي محلي من تمساح صغير في قرية الصيد المكسيكية سان بيدرو هولما. المصدر شبيغل بونتو تي اي. كان ذلك حقيقيا. هذه القصة الإخبارية صحيحة، كان الإملاء والأسلوب صحيحين وتم تضمين مصدر معروف وحسن السمعة. يستمر مع المثال التالي. هل هذا حقيقي أم مزيف؟ انتباه، أشعة خطرة الليلة بين الساعة 12 و 30 دقيقة حتى الساعة 33، لا تنسوا إطفاء الهاتف والجهاز اللوحي وابعادها عن جسمكم. سوف تمر الأشعة الكونية بالقرب من الأرض، يمكن أن تحدث مثل هذا الضرر الرهيب. هذه ليست مزيفة، أرسل هذه الرسالة إلى كل من تحب.
هذا كان مزيفا. انتشرت رسائل مثل هذه بسرعة كبيرة عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي. لقد أغرقوها بالكذب. وهذه المرأة، هل هذه الرسالة حقيقية أم مزيفة؟ أطلقت سفينة سياحية ضخمة كلف بناء السفينة السياحية الفاخرة أفالون 1.5 مليار يورو، الآن تم إطلاقها في هامبورغ، لكن إطلاق فشل تماما. اختفت السفينة على الفور في أعماق الألب، ومعها ثروة. كان هذا مزيفا. تظهر الصورة سفينة تايتانيك وهي أقدم بكثير من الرسالة، فهي أصلا لا تنتمي إلى النص، وببساطة مرتبطة شكلي للنص، كذبة. كانت هذه بعض الأمثلة. الأشياء المقلدة لها وجود وجوه كثيرة. لا تصدق كل ما تراه على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، يمكن أن يكون مزيفا. ونصيحة أخرى، أجري بحثا باستخدام محركات البحث للأطفال، هنا تحصل على أخبار تم التحقق منها ومعلومات حقيقية بدون أكاذيب. زايتنشتارك هي ممتعة وتجعلني ذكيا. انقر هنا زايتنشتارك.